السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو كده على السريع عايزين نوضح فيه شوية نقاط. أنا كمحمود، وأعوذ بالله من كلمة أنا راجل مهندس زراعي. جميل كده. أساس تخصصي أصلاً وأساس شغلي أصلاً الأشجار الخشبية، سواء زراعتها كغابات أو كمصدات رياح. وراجل شغلي كله بيتمحور ويتبلور حول هذه الفكرة. ومن طبيعة عملي وطبيعة شغلي في اللف على المزارع والجري ورا العملاء في الجبل في كل مناطق الاستصلاح في مصر، جميل، طلعت الفكرة. تمام، بنسمع من سين من الناس وعين من الناس، والله يا محمود ده انا مشتري ارض في الحتة الفلانية وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. بدأنا ناخد المعلومات لحد انا واحد من الناس، ما وصلت اني اجي مثلا من 4 5 سنين اقول يلا انا هشتري اول حتة ليا في الواحات البحرية. ولما اشتريت واشتغلت ظهر قدامي حاجات كتير، واظن انا اتكلمت في الواحات البحرية بما فيه الكفاية، وقلت كلام لم يجرؤ احد من قبلي على قوله بهذه التفاصيل. والحمد لله ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. حلو حلو، نزلنا لفينا على مناطق تانية. ولما رحت المنيا أنا شخصيا قلت يا ريتني اشتريت في المنيا من الأول، والحمد لله ربنا وفقني ويسر لي الأمر إني أشتري واشتغل في المنيا. والصراحة أنا بحب المنيا وبعشقها حرفيا، وارض كويسه، تربه كويسه، مكان قريب، دنيا كويسه، خدمات، كل اللي انت عايزه فيه. ولكن طبعا يظل العشق الاول الى الواحات البحريه. فانا اساس شغلي واساس كلامي، انا ليه بحكي لك ده؟ اساس شغلي واساس كلامي اساسا اللي هو الاشجار الخشبيه. فلما اشتغلت بايدي في ارضي خسرت كتير طبعا وكسبت الحمد لله. فبدات انقل التجربه وانقل الكلام ودعمه بعلم ودراسات وخبرات من ناس افاضل كتير ساعدوني في هذا المجال، لحد ما وصلنا لان الواحد الحمد لله بفضل الله يقدر يشيل مشروع ايا كان مساحته ويقدر يستلمه فاضي من اول ما حضرتك تفكر ان انت تشتري ارض لحد ما سلمه لك مزروع، الحمد لله بفضل الله. طيب انا ما كنتش بعرض الكلام ده ليه؟ علشان انا اصلا مش مستحمل ضغط العملاء في الاشجار الخشبيه، ومش عايز اقصر فيها لان هي اساس شغلي وهي الاصل والاساس اللي عرف حضراتكم بيا واللي اداني شرف ان اعرف حضراتكم واجمع 25,000 مشترك في هذه القناه مهتمين بهذا النوع من الاستثمار او مهتمين بهذا النوع من العلم اللي بيلقى غالبا لاول مره على مسامع حضراتكم باللغه العربيه في الوطن العربي اجمع. محدش مهتم بالنقطة دي بالتحديد غير العبد لله الحمد لله، وبيتميز فيها قدر استطاعته وبيحاول ينقل ليكم علم صحيح. ودايما دعوتي ان انا اقول لحضرتك دور ورايا، يمكن اكون انا كمان نصاب او يمكن اكون انا راجل مضلل، هدفي كل النبيع شتلان. حلو يا صديقي، حلو. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل حضرتك احنا مش انبياء او احنا مش ناس ربنا مصطفيهم على الخلق ومديهم مميزات ومديهم اخلاق وصفات وحاجات جميله كتير. يا ريت والله الواحد يبقى من نفس الشكل. انا بني ادم اخطئ واصيب، وان اخطات فاتمنى ان انتم تصلحوا لي، وان اصبت فاتمنى ان انتم تدعموني. الدعم هنا حضرتك يعني انا بطلب منك تعمل لايك وتعمل كومنت، اللي هو بتحسسني بتقدير ان انت مهتم باللي انت بتشوفه، او ان انت بتقدر البني ادم اللي جري وتعب وحاول ينقل لك معلومه قدر الاستطاعه مظبوطه وصحيحه. حلو. فلما بدات اتكلم في الاستثمار الزراعي والاستصلاح الزراعي بسبب مشاكل رهيبه شفتها مع عملاء كتير وحكاوى وقصص يد ما لها القلب حرفيا، ونقلتها لحضراتكم ونقلت ليكم الموضوع ده على مسامعكم، وناس كتيره سمعته سواء هنا على القناه او في مقابلات شخصيه او في مكالمات تليفون. حلو. طيب انا الفتره اللي فاتت حصل شويه مناوشات وشويه بقى كومنتات سخيفه، والموضوع بدا يزيد عن حده وبدا يوصل لمرحله ان احنا نخرج من ان انت بتنتقدني كشخصي ان انت بتسبني وبتلعن فيا. طب ليه يعني؟ انت فاهم، حتى وان اخطات ماشي، انا يعني ما خرجتش عن المله، ما غلطتش في سيدنا النبي اعوذ بالله، وما اقدرش ما ارتكبتش جرم اللي يخليك ترفع لواء الاسلام وتبدا تتهمني بحاجات غريبه واسماء ويعني والفاظ رهيبه، ويعني مش فاهم. ما انا ممكن ارد ليك الاساءه دي
باضعاف مضاعفه، والله العظيم اقدر. انا المقربين مني قبل ما باجي اتفق مع عميل في شغل بقول له انا مثلا انسان صليت اللسان قليل الادب، يعني عشان يبقى عارف هو بيتعامل مع مين من الاول. بقول له عيوبي، هو مميزاتي هو شايف فيها حاجه حلوه انا مش شايفها، فبقول له عيوبي. انا والله عيوبي ان انا شخص هوائي، بحب التقدير، هتقدرني انا خدامك ومش هاخد منك حاجه. وناس كتيره جدا اشتغلت معايا بالمبدا ده، وناس كتيره عارفه ان انا اخر حاجه تفرق معايا قصه الفلوس، اخر حاجه تفرق معايا قصه الفلوس. بس لما بستهلك بهذا الشكل وبتهم بهذا الشكل وبتشتم بهذا الشكل من قله قليله، يعني يعني نحسبهم على الله بخير، ربنا يديهم، الباقي ملوش ذنب في الكلام ده كله. بس حضرتك انا تعبت، فلما قلت لك انتسب للقناه عشان اوفر لك اللي انا بقوله دوت تشوفه، والله العظيم ثلاثه انا ما فارق معايا ال 25 جنيه اللي انت هتنتسب بيهم ولا ال 100 جنيه، يعني انا مش عايز اقول لك انت فاهم. فافهم بس نقطه زي دي، 25 ولا 100 جنيه اللي انت هتنتسب بيهم دول، دول ليس لهم قيمه وليس لهم وزن، تمام، في اللي انت هتسمعه. اللي انت هتسمعه ده بفلوس، بفلوس كتيره، اقسم بالله بفلوس كتيره، فلوس ما جاتش بالساهل، وعمر ما جاش بالساهل، عمر ضاع في الجبل ومشقه وتعب وسهر ليالي وجري وخناقات وبتاع، فيلم كبير. لما بقول لك انتسب يا اخي حسسني ان انت بتدعمني باي شكل كان، انت فاهم. قلتها لكم قبل كده، انا مش اكل عيالي، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وفي الاخر اللي بيحصل شتيمه وحاجات غريبه كده. فانا اسف، انا مش هتكلم في استصلاح زراعي تاني ولا استثمار زراعي تاني او اي حاجه تخص هذا المجال من اي تو زي، الى يعني ان ياذن الله الواحد نفسيته تهدى شويه. انا والله العظيم تعبان، يعني حرفيا انا كشخص كمحمود، انا بشتكي لكم انتوا اخواتي، انا كمحمود تعبان، بمر بظروف مرضيه تعباني شويه. فادعوا لي يعني، ربنا يعني يجعل من دعائكم، يجعل لي من دعائكم نصيب، تمام، ادعوا لي بظهر وغيب. فيعني لقيتني غلطت، اتصل عليا اقول له محمود انت غلطت، الباشمهندس اسعد احنا مثلا حصل ما بيننا سوء تفاهم، الراجل كلمني وانا كلمته وقعدنا قربنا وجهات النظر بيننا وبين بعضينا، تفهمنا الامر. ان كنت انا تسرعت ان انا بناكشه، والراجل صراحة أنا بحبه والله العظيم وبقدره، وفي الآخر إحنا إخوات وأصحاب، وهو أخ فاضل كبير ليا، بتعلم منه وبستفاد منه. هو ليه طريقة في شغله، وليه طريقة في ليه طريقة في كلامه وفي شغله، وأنا ليا طريقة في كلامي وفي شغلي وفي عرض محتواي. طيب اللي كان بيتفرج عليا من الأول ما كانش يلاقيني بقيت أجريسيف بالشكل ده، أنا فعلا ملاحظ إن أنا بقيت أجريسيف قوي، بقيت عدواني، بقيت بنفعل بسرعة، وده شيء ما ينفعش مع واحد المفروض الناس بتصنفه إن هو بيقدم محتوى، فلازم نبقى اهدى من كده. فانا قدامي خيارين، الخيار الاولاني ان اقفل سكه الاستثمار واستصلاح الزراعه دي، ما اتكلمش فيها مطلقا، وامسح كل الفيديوهات اللي انا قلت فيها اي كلمه تخص الاستثمار والاستصلاح وشراء الاراضي، واخلي كلامي مقتصر على الساده الافاضل العملاء، سواء المنتسبين او اللي حضرتك بتتصل عليا وتاخد من وقتي فبتدفع مقابل الكلام دوت، او اني اقفل الباب بقى خالص ما اتكلمش فيه اساسا بقى، خليني انا في شغلي بالناس اللي انا شغال معاهم بمزارعنا اللي احنا ماسكينهم. احنا بفضل الله عندنا اكتر من 200 مزرعه شغالين فيهم وبنشرف عليهم، ما نزلناش الكلام ده كله علشان انا مش ناقص وجع قلب في كلام وحواديت وقصص كتيره انا مش مستفاد منها حاجه. الحمد لله بفضل الله عندنا مهندسينا شغالين، عندنا بدل المهندس الحمد لله بفضل الله اكتر من 30 مهندس موجودين في هذا المجال بالتحديد، وشغالين وبيشرفوا على المزارع وموجودين الحمد لله بفضل الله. واوعدكم الفتره الجايه هنقل لكم كل ده عشان تعرف بس اللي انت بتقول ده صايع مالوش في الشغلانه مالوش في القصه، هوريك يا سيدي عشان بس تشوف. انا واحد من الناس بستقبل سنويا مثلا اكتر من 100 او 150 طلب ان انا اشتغل في الاستثمار والاستصلاح، بنتقي منهم 4 5. انا عايز شغل يعليني ويرقيني مش يكسبني. اللي اتعامل معايا في شغل يا جماعه ممكن يقول هنا قدام الناس كلها في معاملته معايا وشغلي معاه كان عامل ازاي، يقول قدام الناس، ما عنديش حاجه اخاف منها، ما عنديش حاجه انكسف منها، يقول للناس انا عملت معاه ايه واشتغلت معاه ازاي. ده حق عليك ان انت لو اتعاملت معايا في اي شيء تقوله، لو كنت غلط اصلح من نفسي واطلع بوس دماغك واعتذر لك، وان كنت صح فده يشرفني وانت بتدعمني وبتساعدني اني اكمل. حلو، يا اما بقى امسح كل حاجه اتكلمت فيها الاستصلاح والاستثمار الزراعي واشيل كل الوجع القلب ده خالص عشان اريح دماغي منه، وخليني في الاشجار الخشبيه بتاعتي، خليني فيها حرفيا، دي الحمد لله ستراني ومأكلاني عيش ومتميز فيها جدا، والحمد لله بفضل الله في كلام كتير جدا في الموضوع دوت والمجال دوت، وفي مفاجآت كتيره في الموضوع ده وفي الكلام دوت، وفي
شغل جاي محترم في هذا المجال، بقالنا اكتر من 5 6 سنين وسبع سنين بنتكلم في القصه دي وشغالين فيها بشكل محترم جدا، سواء في مكان السابق اللي تشرفت ان انتمي ليه واكون واحد من هذه المدرسه مع الدكتور عبد المنعم العناني اللي اكن ليه كل الاحترام والتقدير، او في شركتي الخاصه اللي انا بداتها انا مهندس احمد جمال مختصه بالاشجار الخشبيه، او شركه اشجارنا المهتمه بزراعه الاشجار الخشبيه والغابات. جميل. فانا قدامي خيارين والله العظيم وانا بتكلم مع حضراتكم، انت حضرتك يعني انا بكلمك من القلب كاخ لاخوه، من اخ لاخوه، ما تقوليش احتسب ده كله لله واجعل ده كله لله، انا ما تعرفش اللي ما بيني وما بين ربك، فما تقوليش الكلمه دي، انا مش نبي، انا بني ادم عادي جدا، انا اسوأ خلق الله، لولا ستر الله عليا لكنت بصوا ضربتوني بالنار. الحمد لله ربنا ساترنا وساتر عيوبنا عن الناس، وبنحاول ننظر للناس الحلو فقط لغير. انا يمكن اول مره اتكلم بالشكل ده، بس انا زعلان ما اتكلمش في حاجه زي كده، عشان انا بقى يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم مش شكر وحمدانيه في الواحد، بس بيجيني رسائل رهيبه، يعني انت مشكورا يا سيدي انقذتنا من شغلانه كذا، يعني ونبهتنا لفخ كذا، بارك الله فيك، صلحت لنا كذا، ودلتنا على كذا. ناس من حضراتكم اتصلوا عليا بعد كده وقلت لهم مش هتكلم في الاستصلاح الا لما تدفعوا، وبالفعل كانوا مستعدين يدفعوا، وكلمتهم قلت لهم يا عم توكل على الله مش فارقه 200 جنيه ال 250 جنيه اللي انا حاططها للساعه الاستشاره ديت في مده ساعه ب 250 جنيه والله العظيم ثلاثه تقريبا واحد بس اللي دفعها هو اللي صمم انه يدفعها، انت فاهم؟ انا ارتحت له في الكلام خلاص، وفهمته انا ليه بقول الكلام ده، انا فهمته ليه انا بقول الكلام ده وبعمل الكلام ده زي ما بفهم حضراتكم دلوقتي، تمام؟ يعني اعذرني يا اخي، اعذرني، اعذرني لله، اعذرني، اعذرني، لو عايزني اساعدك اعذرني، لو عايزني ارجع اتكلم تاني في اللي انا بقدمه اعذرني، لو ليا خاطر عندك اعذرني، انا زي اخوك يا اخي، زي اخوك، اخطات خش قول له يا محمود انت غلطان بيني وما بينك، اظن رقم الواتساب موجود للناس كلها، تمام؟ وقومني يا سيدي تكسب فيها ثواب، احسنت ادعمني وقول لي برافو تسلم الله ينور، يعني كمل وقول لي على افكارك وانا ساعدك فيها ونقدم محتوى تمام يبقى كويس، اما كنتوش انتوا هتدفعوا فنعلي الريتش بتاع القناه ونعلي المشاهدات ونعلي المشتركين، يبقى من دقن وفتله زي ما بيقولوا، يعني انا المهندس اسعد ما كنا بنتكلم انا نزلت لكم ارباح القناه بس عشان الناس اللي بتتكلم بيقول لك اليوتيوب وبتاعه ودولارات دولارات ومليونير مليونير، ما فيش الكلام ده، انت فاهم؟ اديكوا شفتوا شهر 62 دولار وشهر 40 دولار وشهر 35 دولار، ولو ما طلعتش قلت حاجه خالص هتلاقي بتاع، رغم ان سبحان الله اعلى فيديوهات جايبه مشاهدات اللي هي بنتكلم فيها الاستثمار والاستصلاح الزراعي، لان انا بنقل لك حاجه بجد، فيديو المقارنه بتاع الوادي الجديد والدراسه دي انت ما تعرفش انا دفعت كام عشان اجيب الدراسه دي واتحتها للناس كلها ببلاش، خد يا باشا واقرا، قول لي ان الدراسه دي ما فاتتكش ان انت تاخد قرار ان انت تشتري، لو ما فاتتكش يبقى المشكله فيك انت حرفيا، تمام؟ خدمات وعرفنا ناس ودلينا ناس على ناس وحطينا لهم سكيدول كامل من اول ما تفكر تشتري الارض تعمل ايه لحد ما تزرعها ان شاء الله باذن الله وتروح لمين وتشتغل مع مين وتوجه مع مين وتتكل على الله مع مين، ما خدناش من حد حاجه ولا ليا مصلحه في كل ده، بشتغل في النخل بشتغل في النخل وما بقولش عشان اخواتي اللي شغالين في النخل، اشتغل في الاستصلاح شغال في الاستصلاح وما بطلبش من حد ان يجي يشتغل معايا، اللي واثق فيا وعارف محمود وعارف كل حاجه عن محمود بيجي هو مشكورا يقعد معايا ونتكلم ونتفق، فالموضوع بسيط جدا بسيط، انا هعمل فيديوهات عن الاستثمار والاستصلاح الزراعي ولكن هختص بيها الساده الافاضل المنتسبين اللي دفع 25 جنيه واللي دفع 100 جنيه، ايوه هنزل له الفيديو ده ليه هو يشوفه بس، تمام؟ لانه قدرني قدرني، انت فاهم قصه تقدير، احنا بينقصنا النقطه دي، واحد من الساده الافاضل داخل بيتكلم معايا باسلوب قذر كاني شغال عند اللي جابوه، قلت له يا سيدي انا مش هرد عليك علشان اطلب طلبك بشكل الطف وانا ارد عليك، يا لهوي على اللي عمله، ايه يا عم ودب دب دب دب، بقول لك اطلب بشكل الطف، فين يعني انا واحد من الناس اما باجي اتصل على خدمه العملاء او اتكلم مع حد اطلب منه حاجه ممكن بعد اذنك من فضلك طب الوقت مناسب لو سمحت، لما اكون مثلا ببحث على كيفيه زراعه الخوخ مثلا اهو الخوخ فلميت كل حاجه عنه بس انا واقف قدامي نقطه او اتنين مش فاهمهم فبتصل على اللي منزل معلومه او بتاع يعني وقت مناسب اتكلم، اتفضل السلام عليكم، وعليكم السلام، اهلا وسهلا، انا محتاج استفسر عن 1 2 3 4 5 لو وقت حضرتك مناسب لدوت انا يشرفني، لو مش مناسب ممكن تديني وقت تاني،
انت فاهم، الراجل بكل احترام وبادب بيديني المعلومات، انا بسمع منه وبسجل وببدا اسيرش برضه عشان اشوف، انت فاهم، ما بسقلش على الراجل، هو مشكور ان يشكر ان اداني معلومه فور فري، انت فاهم، اداني معلومه ببلاش، هو يشكر على ده، انت فاهمني. فانا مش لازم اثقل عليه واعصره واجيب اجله، ما هو برضه عنده بيت وعنده التزامات وعنده حياه وعنده دنيا، فاما يضيعها اما يجي له مثلا في اليوم مثلا 10 مكالمات بس، انا اعتبر 10 مكالمات كل واحد هيتكلم، كل واحد والله العظيم في مكالمات بتعدي الساعتين يا جماعه، كل واحد هيتكلم ساعه، ادي ب 10 ساعات انا يومي فيه ايه عشان اضيع فيه 10 ساعات في تليفونات لله والوطن. انا مش هقولك ان انا احسن خلق الله في مجالي، لا بالعكس، في ناس كتير احسن مني، انت فاهم، بس انا تعبان، انت فاهم، او بحاول يعني ابقى اللي انا بقوله يبقى ليه صدى وليه جدوى. تخيل يا سيد الفاضل لما اقولك انت خلي بالك هيتنصب عليك من 1 2 3 4 5 وتروح للي قلت لك خلي بالك منه وينصب عليك ويديك على دماغك وترجع لي تقول لي حاول تساعدني، اقول ايه؟ ما هو ببلاش، ما هو عشان ببلاش يا باشا، احكي بقى، ارغي، انت فاضي حضرتك وقاعد فاضي وجاي على دماغ محمود تديله، وفي الاخر بتروح تعمل اللي في دماغك وبتروح تعمل اللي انت سمعته، واللي بيحصل بعد كده يتنصب عليك وترجع تكلم محمود، وانا بقى ريس الله يسترك حاول تساعدنا في كذا. والله العظيم بنساعد وجبنا للناس فلوسها مره واثنين وثلاثه، وفي ناس كتيره من اللي بتشوفني جربت وعرفت ان انا عرفت اجيب لهم حاجتهم ولا لا، ويقدروا يقولوا في التعليقات في كلام كتير ينفعش انه يتقال، تمام. فانت ما تحكمش عليا من غير ما تتعامل معايا، رجاء لله ما تحكمش عليا من غير ما تتعامل معايا، ما تنصبش نفسك اله على البشر دون الله، ربنا فوق بعتك انت تقعد تحت مكانه، واعوذ بالله وحاشا لله، عشان تعرف نيه فلان وضمير فلان وقصه فلان. عملت لكم اعلانات على الشركات بتاعت اللوحات البحريه، يا لهو على الكلام اللي سمعته، سمعت ما قيل في الخمر، اتقال فيا كلام استغفر الله العظيم قذر قذر من ناس احسبهم على الله بخير، ده كله تعبني اقسم بالله تعبني. وبعدين عملت لكم ايه؟ استضفنا المستشار محمود السويفي، قفل لك القصه، قفلها لك. طب انت بقى يا اللي ادعيت عليا بده، كان وضعك ايه لما سمعت الكلام ده؟ كان وضعك ايه؟ قول لي بالله عليك كان وضعك ايه؟ ايه بلح زي الباشمهندس اللي قال لي هيشترونك ببعض الاشجار، اقول لك كلمه والله ما اعرفش ان هي تزعلك، لا تزعلني 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 جدا. ما انت لو تعرف مين محمود حمدي هتعرف ان والله العظيم ولا ملايين الدنيا هتفرق معايا تحت رجلي. يابا احنا بنشتغل عشان ننزه نفسنا مش عشان نذل نفسنا، عشان ننزه نفسنا مش عشان نذل نفسنا. اخيرا يا ساده يا فاضل، اللي زعلان مني ارجو ان هو يسامحني، ارجو ان هو يسامحني، ارجو ان هو يسامحني لله، ان هو يسامحني لو زعلان مني رغم ان انا ما زعلتكش، تمام. اي كلام في الاستثمار والصح الزراعي هتتصل عليا حضرتك، الساعه بتاعتي في الكلام 250 جنيه، هقول لك كل اللي نفسك فيه واسال بكل اللي نفسك فيه وهتاخد كل اللي نفسك فيه. مش عايز ممكن تنتسب في القناة، واللي نفسك فيه ابعتهولي وهعمل لك فيديو مخصوص هنزله ليك مخصوص محدش يشوفه الا انت والسادة الافاضل المنتسبين معاك، بجانب انا هخلي محتواي كله شجر شجر زي ما انا زي ما انا، تمام. والناس اللي موجودة منتسبة وبتستمتع بالخدمات اللي بقدمها يشهدوا علي، يشهدوا ان انا مقصر معاه، والله العظيم 3 بقى ب 25 جنيه، يعني انت متخيل ان هو منتسب في اول ليفل ب 25 جنيه؟ يا باشا بص يا لهوي انا خدامه تحت امره، مش 25 جنيه، انت فاهم الفكره في المبدا، ما تصغرش دماغك تقول لي انت بتشحت من الناس زي واحد قال لي كده، يا سيدي انا بشحت، حقي بشحت مجهودي اللي ما بلاقيش ليه تقدير، انا مش طالع اشتكي لك، انا طالع بفضفض معاك، تمام. انت مرايتي، انت مرايتي، انت زيك زي الشكل اللي قدامك ده، زي ما هو زي ما انا بعمل كده بالظبط، انا شايف انت مرايتي، انت لو انت راجل زي ما بنقول بقى نتمتع باخلاق الاسلام والكلام الجميل اللي بترفع اللي في بعض الناس لدرجه ان واحد كفرني والله العظيم، واحد تاني خلاني من المشركين والملاحده. انت متخيل اللي بيقول لك اللي قال الله قال الرسول من قال لاخيه يا كافه فقد باء باسمها، تمام، اللي عامل لي نفسه محترم وبيدعي الفضيله قول لي انا غلطان دخلت وسط مشركين وكفار، ليه يا ابن الجزم؟
واحنا لا مؤاخذة بنقدم محتوى سيكو سيكو ولا بنشتم في الأنبياء، ليه يخرب بيتك؟ هو احنا للدرجات وصلنا للاختلاف ان احنا حتى نشكك في عقيدتنا؟ ازاي؟ مش كده يعني، الاختلاف ده شيء صحي، شيء صحي، بس ما تطلعش كبتك عليا، انت فاهم؟ يعني انا حاليا الفتره دي اي كومنت في شتيمه بمسحه، ما بقتش اسيبه، لان انا تعبت نفسيا. انا بني ادم برضه، لما اهلي مثلا يفتحوا يتفرجوا على ابنهم، الله ده ابننا المهندس وعنده قناه على اليوتيوب ومشتركين والحكايه والروايه، ويخش وتخش والدتي تشوف الشتايم دي كلها، تشوف هي نفسها وهي بتتشتم، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ لا ابنها بيتكلم لا في دين ولا في سياسه ولا في اي حاجه، بيتكلم في استصلاح واستثمار زراعي. لو غلطان يا عم قول انت غلطان من غير ما تشتمني، انتقد براحتك من غير ما تشتم، قول اللي نفسك فيه باسلوب راقي باسلوب محترم. احنا المفروض ناس كبيره، ناس مهندسين زراعيين وناس مستثمرين، مش عشان ربنا رزقك بقى بايه بنص مليون هتعمل نفسك بقى مالك الدنيا وما عليها. عم في ايه، الله يسترك، كلها عارفه بعضيها. تمام. فاخيرا وليس اخيرا السيد الفاضل، انا هستنى تعليقك، هستنى تعليقك، مش ان انت متابع او مشاهد، هستنى تعليقك ان انت اخ لي ومهتم بشاني زي ما انا مهتم بشانك، وخايف عليك زي ما انت خايف عليا، صح؟ هستنى تعليقك. السلام عليكم.